بكم أعزائنا طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية مع حلقة جديدة من البرامج التعليمية في مادة العلوم وموضوعنا اليوم عن الانقسام الميوزي. في حلقة النهاردة أعزائي الطلبة هنتعرف على مفهوم الانقسام الميوزي وما أهميته وأين يحدث وطريقة حدوثه إزاي. وتعالوا مع بعض نعرف يعني إيه انقسام ميوزي. الانقسام الخلوي هنتكلم النهاردة إن شاء الله على النوع تاني من الانقسام الخلوي وهو الانقسام الميوزي الخلايا بتنقسم طبعا انقسامات خلوية وهذه الانقسامات الخلوية زي ما عرفنا قد تكون هذه الانقسامات ميتوزية أو انقسامات ميوزية أي أنه يختلف الانقسام الخلوي بين الكائنات الحية المختلفة وبيشمل هذا الانقسام نوعين من الانقسامات الانقسام الاول وهو الانقسام الميتوزي وهذا الانقسام الميتوزي بيهدف الى زياده عدد الخلايا يبقى الانقسام الميتوزي وده شفناه قبل كده بيهدف الى زياده عدد الخلايا وايضا الانقسام الثاني وهو الانقسام الميوزي وهذا الانقسام الميوزي اللي هنتكلم عنه بقى ان شاء الله بيهدف الى اختزال عدد الكروموسومات اثناء تكوين الامشاج واختزال هنا عدد الكروموسومات يعني عدد الكروموسومات هيقل الى النصف. ينقسم التكاثر طبعا اللي بيحصل في الكائنات الحيه على حسب نوع هذا الكائن حيث الكائنات الحيه البسيطه بتنقسم لا جنسيا لكي تنتج نسلا مطابقا للآباء أما الكائنات الحية الأكثر تعقيدا وعلى رأسها الإنسان طبعا فهي تتكاثر بنوع آخر من التكاثر بيسمى التكاثر الجنسي وهذا التكاثر الجنسي بيعد مصدرا للتنوع الوراثي يعني الأفراد الناتجة بتبقى مختلفة عن الآباء بعكس التكاثر اللاجنسي اللي هي الافراد بتبقى كلها صوره طبق الاصل من الاباء. تعالوا نشوف اهميه عمليه الانقسام الخلوي الكائنات الحيه. هنجد ان تحتوي اجسام الكائنات الحيه على العديد من الخلايا، والخلايا دي زي ما عرفنا قبل كده نوعين من الخلايا، قد تكون خلايا جسديه، وهذه الخلايا الجسديه في نوع اخر جنبها اسمها الخلايا التناسليه. كل نوع بينقسم بطريقه خاصه. حيث تنقسم الخلايا في الكائنات الحيه عديده الخلايا بطرق مختلفه لتحقيق اهداف محدده. اذا هنا حسب الهدف من عمليه الانقسام بيتحدد نوع هذا الانقسام. فبتنقسم الخلايا الجسديه بطريقه الانقسام الميتوزي والغرض منه انه بيؤدي الى نمو الكائنات الحيه. وتعويض خلاياها التالفه اما تنقسم الخلايا التناسليه بطريقه الانقسام الاخر وهو الانقسام الميوزي او الانقسام الاختزالي وطبعا بنسميه اختزالي لان هنا عدد الكروموسومات بتختزل الى النصف وهذا يؤدي الى تكوين الامشاج او الخلايا الجنسيه المذكره والمؤنثه اللي هي قد تكون الحيوانات المنويه او حبوب اللقاح بالنسبه للذكور اما في الاناث فبتكون البويضات. وهذه الامشاج مسؤوله عن عمليه التكاثر في الكائنات الحيه وانتقال الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء. حيث بتحتوي نواه الخليه على الماده الوراثيه للكائن الحي وهذه الماده الوراثيه بتتكون من عدد من الكروموسومات. يبقى اذا النواه بتاعت الخليه هي المسؤوله هنا عن عمليه التكاثر والانقسام لانها بتحتوي على الكروموسومات والكروموسومات هي التي تقوم بالدور الرئيسي في انقسام الخليه طب لما نيجي نشوف كده اشكال الكروموسومات ادي خليه طبعا من اي كائن حي هذه الخليه زي ما احنا شايفين بتحتوي على نواه وبتحتوي على عضيات الخليه المختلفه لكن ما يهمنا هنا هو النواه التي تحتوي على الكروموسومات. هذه الكروموسومات موجوده داخل الخليه على هيئه حاجه بنسميها الماده الوراثيه. وادي تركيب الكروموسوم او شكل الكروموسوم. هذا الكروموسوم بيتكون من اتنين كروماتيد وبينهما سنترومير. يبقى الكروموسوم بيتكون من كروماتيدان والكروماتيدان متصلين عند نقطة بتسمى السنترومير، وانقسام الخلية بيعتمد على هذا الكروموسوم، ده التركيب العام للكروموسوم، أي أن التركيب العام للكروموسوم بيتركب من خيطين متصلين معا عند السنترومير كل خيط منهم بنسميه الكروماتيد. أما التركيب الكيميائي الآخر للكروموسوم فهو بيتركب من حمض نووي وهذا الحمض النووي يسمى الدي إن إيه ومع هذا الدي إن إيه البروتين يبقى التركيب الكيميائي للكروموسوم عبارة عن حمض نووي بيسمى دي إن زائد بروتين هذا الحمض النووي هو اللي بيحمل الصفات الوراثية للكائن الحي يعني الحمض النووي ده هو اللي بنسميه الجينات او اللي بيحمل الجينات الوراثيه التي تميز صفات كل كائن حي عن غيره من الكائنات الاخرى ولكل خليه عدد معين من الكروموسومات وهذا العدد بيختلف في الكائنات الحيه من نوع لاخر الا انه ثابت في افراد النوع الواحد يعني لما نيجي دايما نتكلم على الانسان هنقول إن خلايا الإنسان كل خلية بتحتوي على 46 كروموسوم، إذا هنا هذا العدد ثابت بالنسبة لجميع الإنسان في أي مكان على سطح الأرض. فالخلايا الجسمية اللي هي الجسدية في معظم الكائنات الحية بتحتوي على مجموعتين من الكروموسومات. أحدهما مورث من الأب يعني هنا نص عدد الكروموسومات بيبقى مورث من الأب. والآخر بيبقى مورث من الأم، وهذا العدد النصف هنا اللي هو نون أو إن من الأب وإن من الأم، يبقى مع بعض بيندمجوا ويدينا العدد الثنائي اللي إحنا بنسميه 2 إن أو 2 نون كروموسوم. بينما تحتوي الخلايا الجنسية اللي هي الأمشاج اللي هي الحيوانات المنوية، اللي هي الأمشاج المذكرة، والبويضات اللي هي الأمشاج المؤنثة. تحتوي على العدد الأحادي من الصبغيات أو عدد الكروموسومات الأحادي اللي هو بنسميه ان أو نون كروموسوم. ومعرفة عدد الكروموسومات بيساعد على تحديد الأنواع النباتية والحيوانية. طب كيف ينمو الجسم؟ طبعا هنا بينمو الجسم عن طريق عملية الانقسام الميتوزي كذلك مراحل إنبات البذره بذره اي نبات وكذلك ينمو الجذر والساق والاوراق في النباتات وعمليه النمو عامه في الكائنات الحيه بتتم كلها عن طريق الانقسام الميتوزي حيث تتكون خليتان جديدتان مستقلتان بكل واحده منه منهما نفس عدد كروموسومات الخليه الام اللي احنا بنسميه 2 ان او 2 نون كروموسوم. لما نيجي كده مع بعض نشوف الانقسام الميتوزي وبيحصل ازاي؟ لما نسترجع مع بعض كده شكل الانقسام الميتوزي يبقى ادي الخليه والخليه زي ما احنا شايفين بتحتوي على نواه وبتحتوي على السيتوبلازم وعلى عضيات الخليه. داخل هذه النواه بيبقى موجود الشبكه الكروماتينيه اللي هي بتتفكك الى كروموسومات يبقى بيحصل عمليه تكثف للشبكه الكروماتينيه عشان تدي في الاخر اللي هي الكروموسومات زي ما احنا شايفين. وكل كروموسوم هنا بيتكون من اتنين كروماتيد وبينهما سنترومير ثم بيبدا بعد كده عملية تكوين خيوط المغزل من الحبيبتان الموجودين داخل الجسم المركزي تتجه كل حبيبة إلى قطب من أقطاب الخلية ويبدأ يطلع خيوط المغزل وتبدأ خيوط المغزل بتربط هنا الكروموسومات وتصطف الكروموسومات مع بعضها طبعا في وسط الخلية دي عملية ارتباط خيوط المغزل بيها الكروموسوم من عند السنترومير ثم بتصطف الكروموسومات مع بعضها كلها في منتصف الخلية أو على خط استواء الخلية عشان تدينا المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الطور الاستوائي ثم بعد مرحلة الطور الاستوائي يبدأ يحصل تقلص للسيتوبلازم اللي هو بتاع خيوط المغزل علشان يحصل اللي هو الطور الانفصالي وفي هذا الطور الانفصالي يبدا ينكمش خيوط المغزل وتسحب كل مجموعه من الكروماتيدات نحو قطب من اقطاب الخليه ثم في الاخر بيطلع عندنا الطور النهائي وبيحصل فيه تغيرات عكسيه يعني عكس اللي كانت بتحصل في الطور التمهيدي حيث هنا يبدا بقى يختفي خيوط المغزل ويبدا يظهر الغشاء النووي وتظهر النويه وبعد كده يحصل انقسام للسيتوبلازم وبكده بيظهر عندنا في الاخر خليتين متماثلتين كل واحده فيها نفس عدد كروموسومات الخليه الام عشان كده ده بيؤدي قلنا الى النمو والى تعويض ما يتلف من خلايا ومن انسجه وتحقيق التكاثر اللاجنسي بالنسبه للكائنات الحيه وحيده الخليه يبقى بيتكون في الانقسام الميتوزي خليتان جديدتان مستقلتان بكل واحدة منهما نفس عدد كروموسومات الخلية الأم اللي هو 2N كروموسوم تعالوا نشوف بقى النوع الثاني من الانقسام وهو الانقسام الميوزي او الانقسام زي ما قلنا اسمه الاختزالي بيحصل ايه في الانقسام الميوزي بقى كيف تتكون في هذا الانقسام الحيوانات المنوية والبويضات في الانسان وفي الحيوان او برضو بنفس الطريقة حبوب اللقاح والبويضات في النبات يبقى كيف يتكون ايضا حبوب اللقاح والبويضات في النباتات الزهريه بيحدث الانقسام الميوزي في الكائنات الحيه التي تتكاثر عن طريق الامشاج يعني هنا اللي بيحصل فيها تكاثر تزاوجي او تكاثر جنسي ففي الانسان والحيوانات بيحدث هذا الانقسام بالنسبه للذكر في الخصيه لتكوين الامشاج المذكره اللي هي بنسميها الحيوانات المنويه وفي المبيض لتكوين الامشاج المؤنثه اللي احنا بنسميها البويضات طيب تعالوا نشوف كده مراحل هذا الانقسام في النباتات الزهريه بيحصل فيها ايه في النباتات الزهريه بيحصل انقسام في الموتوك اللي هو بنسميه المناسل المذكره بالنسبه لي النبات علشان ينتج حبوب اللقاح وايضا في مبيض الزهره عشان ينتج البويضات بيختلف الانقسام الميوزي عن الانقسام الميتوزي فإن كل خلية ناتجة بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأم، يعني في الإنقسام الميتوزي كان بينتج عندنا خليتين متماثلتين كل واحدة فيها اتنين نون كروموسوم أو نفس عدد الكروموسومات، لأ هنا بقى بينتج خلايا أربع خلايا في النهاية خالص كل واحدة فيها نصف عدد الكروموسومات، ويتم هذا الإختزال. عن طريق انقسامين خلويين متتاليتين يعني هذا الانقسام بيتم على مرحلتين يبقى هنا بيحصل في ميوزي اول ثم مايوزي تاني بيتم خلالهما تضاعف الكروموسومات مرة واحدة فقط بالطور البيني الذي يحدث قبل بداية الانقسام الميوزي الاول يبقى هنا قبل حدوث الانقسام الميوزي الاول بيحصل حاجة اسمها الطور البيني وفي هذا الطور البيني يتم مضاعفه الماده الوراثيه او مضاعفه الكروموسومات وده بيحصل لمره واحده فقط قبل الانقسام الميوزي الاول تعالوا نشوف مراحل انقسام الميوزي الاول اولا في الطور التمهيدي شكله بيحصل ايه بعد ما حصل الطور البيني بقى عندي ادي إيه الخليه بيحصل فيها نفس تقريبا التغيرات اللي بتحصل في الطور التمهيدي بالنسبه للانقسام الميتوز يعني بيتكثف الشبكه الكروماتينيه لكن هنا بيتكون بقى الكروموسومات بنسميها الكروموسومات المجموعه الرباعيه يعني هنا كل كروموسوم بيبان كانه بيتكون من اربعه كروماتيد وبنسميها الكروموسومات الشقيقه او الكروموسومات المتقاربه ثم تتكثف الشبكه الكروماتينيه اللي هي الماده الوراثيه على هيئه ازواج متماثله من الكرومسومات وبعد كده تقارب كل كروموسومين متماثلين من بعضهما عشان يصبح مجموعه واحده تتكون من اربع كروماتيدات بنسميها المجموعه الرباعيه. يبقى في نهايه الطور التمهيدي الاول بيختفي الغشاء النووي ويبدا كل كروموسومين متماثلين في المجموعه الرباعيه. بيبدا كل كروموسومين بالابتعاد عن بعضهما ويكون او يكون كل كروموسوم مكون من كروماتيدين. مرتبطين بواسطه السنترومير وبيظهر المغزل وبتتعلق الكروموسومات بخيط المغزل طبعا هنا بعد الطور التمهيدي الاول بيبدا مرحله الطور الاستوائي الاول دايما في الطور الاستوائي بتصطف الكروموسومات كلها بتبقى كلها على خط استواء الخليه ومربوطه من عند القطبين بخيوط اللي هي خيوط المغزل يبقى في الطور الاستوائي تترتب ازواج الكروموسومات على خط استواء الخليه ثم بعد الطور الاستوائي بيجي المرحله اللي هي التاليه اللي هي الطور الانفصالي الاول وفي هذا الطور بيبدا هنا يحصل تقلص برضو لخيوط المغزل وتبدا كل خيوط المغزل عند قطب من اقطاب الخليه بتشد مجموعه من الكروماتيدات والكروموسومات نحوها لكن هنا ما بيحصلش انفصال ليه او ما بيحصلش قطع هنا للسنتروسوم يعني السنتروسوم بيظل كما هو قطعه واحده عكس هناك كان في الانقسام الميتوزي كان بينقسم السنترومير لكن هنا السنترومير لا ينقسم يبقى في الحاله دي في هذا الطور تبتعد كل كروموسومين متماثلين عن بعضهما وتنكمش خيوط المغزل وبيتجه احد الكروموسومين الى قطب الخليه الى احد الاقطاب وبيتجه الثاني الى القطب الاخر فيصبح في كل قطب نصف عدد الكروموسومات الموجوده بالخليه الام اما الطور النهائي الاول فبيحصل فيه ايه عكس برضو التغيرات اللي كانت بتحصل في الطور التمهيدي فيبدا هنا يتكون كان عندي خليتين اتنين كل واحده فيها نصف عدد الكروموسومات للخليه الام يعني في هذا الطور بيتكون عند كل قطب من قطبي الخليه غشاء نوويا بيحيط بالكروموسومات وبذلك يتكون عندنا نواتين تحتوي كل منهما على نصف العدد الاصلي للكروموسومات في الخليه الام بعد كده تبدا بقى الخليه تدخل في المرحله التاليه اللي هي مرحله الانقسام الميوزي الثاني والانقسام الميوزي الثاني بيشبه الى حد كبير الانقسام الميتوزي فبيبقى عندي هنا المراحل بتاعته اهو بعد الطور التمهيدي تدخل في الطور الاستوائي والانفصالي ثم الطور النهائي بيبقى شكل الخلايا بالشكل ده الكروموسومات بتصطف في وسط الخليه طبعا هنا بقى ناتج عندي خليتين فكل خليه بيحصل فيها نفس الكلام يبقى الاقي هنا خليتين كل واحده بيحصل فيها نفس الكلام ثم يحصل طور انفصالي تاني ثم يحصل الطور النهائي التاني وبينتج في النهايه زي ما احنا شايفين اربع خلايا كل خليه منهم بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات للخليه الام يبقى اذا الغرض هنا من الانقسام الميوزي الثاني هو زياده عدد الخلايا الناتجه يعني بدل ما كان طالع عندي خليتين بيطلع عندي في الاخر اربع خلايا لكن كل واحده فيها بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات للخليه الام تعالوا كده نشوف مع بعض الانقسام ده بيحصل ازاي بقى، ادي طبعا دي الخلية والنواة بتاعت الخلية اللي هي بتحتوي على المادة الوراثية والمادة الوراثية اللي هي موجودة في الخلية على هيئة طبعا شبكة كروماتينية هذه الشبكة الكروماتينية بتتكثف وتتفكك وتتحول إلى طبعا حاجة اللي احنا بنسميها الكروموسومات. فهنا ويحصل بعد كده اختفاء للنوية واختفاء للغشاء النووي ويبدأ كل مجموعة من الكروموسومات في التقارب مع بعضهم البعض وبيتكون عندنا المجموعة الرباعية ثم هيبدأ يظهر زي ما احنا شايفين هنا اللي هم الحبيبتين كل واحدة هتروح عند قطب من أقطاب الخلية ويبدأ يحصل تكثف للسيتوبلازم وتبدأ ترتبط الكروموسومات في منتصف الخلية أو في الخلية من عند السنترومير عن طريق خيوط المغزل يبقى هنا خيوط المغزل هي عباره عن خيوط بتطلع طبعا من السيتوبلازم واللي بيعملها الحبيبتان اللي هما موجودين داخل الجسم المركزي ده بالنسبه للخليه الحيوانيه لكن في الخليه النباتيه بيطلع خيوط المغزل من تكثف السيتوبلازم اللي عند القطبين مباشره ثم بعد كده بعد ما ترتبط الكروموسومات بخيوط المغزل هتبدأ المرحلة التانية وهي انها تصطف مع بعضها في منتصف الخلية زي ما احنا شايفين في وسط الخلية فبتعمل لنا المرحلة التانية اللي هي مرحلة الطور الاستوائي يبقى هنا طور استوائي لان الكروموسومات بتصطف في منتصف الخلية ده طبعا استوائي الأول بالنسبة لانقسام الميوزي ثم يحصل بعد كده مرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الطور الانفصالي الأول حيث بيبدا تقلص وانكماش السيتوبلازم اللي هي خيوط المغزل وتبدا يتجه كل مجموعه من الكروموسومات نحو قطب من اقطاب الخليه وبكده بيحصل مرحله طول الانفصال ودي دايما بتبقى اقصر الاطوار ثم هيحصل بعد كده كل مجموعه من الكروموسومات هنا بقى عندنا عند كل قطب من قطبي الخليه نصف عدد الكروموسومات اللي هي كانت في الخليه الام يعني كل واحده من دول بتحتوي على نون كروموسوم فنون كروموسوم وتبدا يتكون لها غشاء نووي ويبدا يحصل شبكه كروماتينيه تاني وكانها خليه بس خليه بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات لسه هنا دي كده لحد كده مرحله الطور النهائي بالنسبة لانقسام الميوزي الأول هي اللي خلصت. تيجي المرحلة التانية بقى وهي مرحلة الانقسام الميوزي الثاني في الانقسام الميوزي الثاني بقى كل خلية من دول اللي احنا شايفينهم هتبدأ تنقسم مرة تانية كل خلية من الاثنين دول تنقسم مرة تانية انقسام ميوزي تاني يعني هيحصل فيها نفس الأطوار مرة تاني لكن هيبقى هنا عن طريق صورة تشبه طبق الأصل للانقسام الميوزي يعني ايه؟ يعني كل خليه من دول هيحصل فيها برضو نفس الكلام ادي يحصل طور استوائي ثم انفصالي ثم نهائي يطلع لي في الاخر خليتين يعني كل واحده من دول هتدي خليتين اذا العدد الناتج في النهايه هو اربع خلايا وكل خليه بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات هذه الخلايا اللي احنا هنسميها بعد كده الامشاج وهذه الامشاج اللي هي هتعمل لنا بعد كده الحيوانات المنويه او البويضات او حبوب اللقاح على حسب طبعا نوع الخليه وحسب نوع الكائن الحي اللي بيحصل فيه هذا الانقسام اذا الغرض من عمليه الانقسام الميوزي هي عمليه تكوين الامشاج والغرض من الانقسام الميوزي الثاني هو زياده عدد الخلايا الناتجه يبقى ده الغرض الاساسي من عمليه الانقسام الميوزي الثاني اللي هي بتشبه الانقسام الميتوزي بعد ما بيتكون خليتين كل واحدة منهم تروح تنقسم تاني وتدي خليتين أخريتين متماثلتين فيبقى العدد النهائي عندي أربع خلايا كل واحدة فيها نصف عدد الكروموسومات للخلية الأم أي أن الانقسام الميوزي الثاني بيهدف إلى زيادة عدد الخلايا الناتجة وكل خلية بتسمى مشيج وبتحتوي على نصف عدد كروموسومات النوع يعني نصف عدد كروموسومات الخلية الام طيب وفي تنقسم طبعا كل خليه من الخليتين الناتجتين اللي هي من انقسام الميوزي الاول بطريقه تشبه الانقسام او مراحل انقسام الميتوزي في المرحله النهائيه لهذا الانقسام بينتج اربع خلايا في كل منها نصف عدد الكروموسومات الموجوده في الخليه الام وعندما يتحد طبعا ليه هنا نص عدد الكروموسومات لان هناخد بعد كده في التكاثر الجنسي انه عندما يتحد المشيج المذكر مع المشيج المؤنث يبقى هنا نص الخلايا اللي هي او نص عدد الكروموسومات من الخليه المذكره بتندمج مع نص عدد الكروموسومات من الخليه المؤنثه بيتكون في هذه الحاله الزيجوت اللي هو اول خليه من خلايا تكوين اي كائن حي وهذا الزيجوت بيحتوي على العدد الاصلي من الكروموسومات الموجوده في الكائن الحي أثناء هذا الإنقسام وفي نهاية الطور التمهيدي الأول بتحصل ظاهرة اسمها ظاهرة العبور. يعني إيه ظاهرة العبور دي؟ هي ظاهرة بتحصل في نهاية الطور التمهيدي الأول حيث بتنفصل قطع من الكروماتيدات الداخلية في المجموعة الرباعية، تنفصل وتروح فين؟ وتبدل مع جزء آخر مقابل ليها، وتحدث عملية تبادل لهذه الاجزاء وهذه الظاهره طبعا او هذه العمليه بتعرف بظاهره العبور يبقى ظاهره العبور تعالوا نشوف كده هذه الكروموسومات المتقاربه اللي هي المجموعه الرباعيه في بيحصل فيها عمليه ايه بيلتف في طرف الكروماتيدين المتجاورين في المجموعه الرباعيه زي ما احنا شايفين في الكروموسومات اللي في النص بدا الكروماتيدين اللي هم الداخليين المتجاورين في المجموعه الرباعيه بداوا يلتفوا حول بعض لحد ما يظهر في الاخر بقى ايه هلاقي إيه حصل بعد ما التفوا حول بعض انفصل جزء من الكروموسوم او الكروماتيد الاول وجزء من الكروماتيد الاخر وبدلوا مع بعض الاثنين زي ما احنا شايفين فعشان كده بنسمي الظاهره دي ظاهره العبور يبقى اهميه هذه الظاهره ايه ايه اللي استفدناه وايه اللي حصل لما حدثت هذه الظاهرة؟ طبعا هنا تحدث بين الكروماتيدات المتماثلة في المجموعة الرباعية وتسهم اهميتها بقى ايه؟ انها بتساهم او بتسهم في تبادل الجينات التي تحمل الصفات الوراثية بين كروماتيدات الكروموسومين المتماثلين وتوزيعها في الأمشاج. وهذا يعد يعني ده يعتبر سببا او عاملا مهما جدا يؤدي الى اختلاف الصفات الوراثيه بين افراد النوع الواحد وبالتعرف على مراحل انقسام الميوزي وظاهره العبور نكون قد وصلنا اعزائي الطلبه الى نهايه حلقه اليوم شكرا لكم والى اللقاء